وأحيي كل إعلامي حر ناضل بكلمته وبكاميرته لينقل الحقيقة وصدح بالحق وكان صوتا لكل مظلوم ومقهور. لمر بحسين في أول الثورة انطلق وكان حلمه أن يكون إعلاميا وحقق حلمه والحمد لله، واستشهد على هذا الطريق ونال الشهادة في هذه المهنة وفي توصيل كلمة الحق ومعاناة الفقراء والمساكين، وكان صوتا لكل مظلوم ومقهور. وأطالب في هذه المناسبة بإنزال العقوبة وأشد العقوبة بمن قاموا بجريمتهم الشنعاء في اغتيال حسين، والحمد لله على استشهاده، وعسى الله أن يجمعنا معه في مستقر رحمته. حسين خطاب صراحة موته كان فاجعة لكل أبناء البلد ولكل من عرفه. حسين خطاب أنا تعرفت عليه من بداية الثورة، وكان في معرفة سابقة باعتبار نحن تخرجنا من مدرسة واحدة. بداية الثورة كان عبر صفحات تنسيقية كانت موجودة، استنهاض الهمم موضوع المظاهرات، كان ينطلق من نفس المسجد جامع الرحمة سابقا. تعرفت عليه ضمن الحراك الثوري، لما انطلقت الحراك المسلح كان بيد سلاح واليد الأخرى كان يحمل الكاميرا يوصل معاناة أبناء المنطقة، والقصف الممنهج الذي كان واستهداف الأطفال والنساء يعني بحرقة شديدة جدا. سبحان الله انتهت المسيرة بطلقات غادرة من مجموعة من شذاذ الآفاق استهدفوا هذا الشخص العظيم المحبوب لدى الجميع الصادق في عمله كان.